اللاجئين رح يوصل صورة للعالم إنه نحن ما بنعرف شيء اسمه يأس، الإرادة بتعمل المستحيل. من بعد ما روحنا الرياضية ماتت بعد الحروب اللي صارت في بلدنا، رجعت حياتنا إياها اللجنة الأولمبية. كنت دائما أقول بيني وبين حالي لا تيأس إلا ما تفرج معك، فضليت عم بصبر بتمرن 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 بدون أي مشاركات بدون أي دعم لحتى صحت لي الفرصة. بتمنى من أي رياضي لاجئ يضل يتمرن ما ييأس بحياته إلا ما يصح له فرصة، وبنأمل من اللجنة الأولمبية تدعم باقي الرياضيين مو بس فقط نحن. تتشكل لجنة مسؤولة عن أي الألعاب بكل ألعاب وتعتني فيهم.